إني أكثر وقت بياخذ مني هو كتابة المحاضرات وتجهيز الPDF. فلو هو كان جاهز، لو هو وصلني جاهز، هيكون الشرح أسرع. ففي كتير بعتوا لي اشرحي الإمبريولوجي، أو اشرحي الإمبريولوجي أو الريبرودكتيف فيسيولوجي. كتابة المحاضرة بتاخذ مني وقت خرافي يعني. فلو في حد كان جهز المحاضرة وبعتها إلي على الإيميل، أنا هقدر أشرحها بكل سهولة. يعني إذا كانت محاضرات الإمبريولوجي، محاضرات البايوستات، محاضرات أي محاضرة، أي موضوع أنتم حاسين فيه صعوبة، لو بعتوا لي المحاضرة كاملة على الإيميل، أنا هيكون باقي علي بس إني أعمل الفويس أوفر وأمنتج الفيديو وأرفعه، وهذا كتير سهل بالنسبة إلي. الجزء الأصعب واللي بياخذ الوقت الأكبر هو كتابة المحاضرة. فأنتم على هذا الإيميل ممكن تبعوا، هيك بيكون يعني أسرع، فالفيديوهات بتنزل أكتر. اليوم راح نحل أسئلة النيورو. كيف نحل أسئلة النيورو؟ إجاني رجال عمره 45 سنة للطوارئ، شوفوا الكيورد، عنده sudden onset headache وعنده dilated pupil موجود في الرايت آي فقط، والرايت آي نون رياكتيف تو ذا لايت، والرايت اي هارد تو تاتش. شايفين هاي الاعراض الثلاثه اللي انا حكيتها؟ سادن هيديك، البؤبؤ متوسع، ونون رياكتيف تو ذا لايت، وهارد تو تاتش. هاي الثلاثه اللي انا شرحتهم واوصف الكلوزد انجل جلوكوما. طبعا بما انه انا قلت سادن اونست هيديك، يعني هو كان طبيعي قاعد وبعدين فجاه ظهرت عنده الاعراض، فهي معناها الكلوزد انجل. اما لو الاعراض تبدا تدريجي وهو يفقد البصر تدريجيا، يعني ما يجيني للطوارئ، هاي اللي تكون الاوبن انجل جلوكوما مش الكلوزد انجل. فشفتوا هاي الاعراض اللي وصفناها كلوزد. سهل جدا انه تشخص حاله جلوكوما في الامتحان، يعني سهل جدا. يقول لك اهم شيء انه بما انه هو عنده جلوكوما يشت افويد البيبل دايليتنج ميديكيشن مثل الاتروبين. يعني هو اوريدي عنده دايليتد بيبل وحالته حاله، تيجي انت تعطي شيء يعمل دايليشن للبيبل، يعني فممنوع تعطي اي شيء يعمل دايليشن للبيبل مثل الاتروبين، لان راح يرفع له الضغط ويمنع لي الدرينج مالت الاكويس هيومر. السؤال اللي بعده، اجى رجال عمره 39 سنه للطوارئ، عنده سيفير اي بين، اوكي، فوتوفوبيا، من عنده احساس انه زي فورم بادي سنسيشن، عنده فورم بادي سنسيشن بعينه. احنا شكينا انه عندك كورنيال ابريجن يا ابن الناس. What are the risk factor for this condition؟ شو الريسك فاكتور لهي الحالة الكورنيال ابريجن؟ انا بعرف انه هي تيجي دائما مع العدسات، البنات وهن بيشيلوا العدسات، تكون مثلا اظافرها طويلة وهي بتشيل العدسة بتشخط عينها. يعني تقريبا انا شارحة الكورنيال ابريجن مشروح ضمن سلسلة الربد ريفيو، في فيديو هيك في كورنيال سكوتوما وهاي الشغلات، فمشروح من عند الكورنيال ابريجن. فالريسك فاكتور الكورنيال ابريجن يعني تروما، فورم بادي مثلا، او كونتاكت اللي بيلبسوا عدسات البنات، او يمكن في شباب بيلبسوا عدسات طبيه، في شباب بيلبسوا عدسات ملونه. مره كان بيحكوا لي انه في هذا الشاب لما بيلبس قميص سمائي بيحط عدسات سمائيه، ولما يلبس قميص اخضر بيروح يحط عدسات خضر بينسق مع التيشيرت تبعه. فالمهم العدسات اللاصقه كيف احنا نشخصها؟ بنستخدم البين لايت، هذا الإنارة الموجودة بعيادة العيون الأوفثالمولوجي، شوف ولا لا موجود الفورم بادي ولا لا، وممكن نستخدم الفلوريسين. السؤال اللي بعده، اجى رجان عمره 61 سنة، اجى للطوارئ، صار له 6 أشهر عنده worsening nausea and morning headache. 6 أشهر ما يعني ما عنده حاليا acute distress الآن، شو what's the preferred diagnostic study؟ شوفوا المورنينج هيديك والنوزيا بدي يخلينا نشك انه في انكريز كرانيال بريشر، بما انه اول ما يقعد الصبح في عنده مورنينج هيديك ونوزيا والمده طويله، فيخلينا نشك انه في ارتفاع في الضغط اللي موجود في البرين انترا كرانيال بريشر. فعلى مود الشخص نطلب من عنده نعمل لك اماره. اللي بعده، اذا رجال عمره 65 سنه، قال له 10 سنوات عنده بايلاترال هاند تريمرز، هيز ماذر اند اولدر براذر هاف سيميلر تريمرز. يعني امه واخوه هم عندهم نفس التريمر. هو بيقول لك انه انا ما عندي اي مشكله في التركيز، ولا ما عندي مشكله ان انا اقوم من الكرسي، ريسنت فولز، واتس ذا موست لايكلي دايجنوستس، هي الاسينشال تريمرز. شايفين الاسينشال تريمرز؟ كنت ناوي اشرحها في فيديو لحالها، عشان مقطع في فيديو تقريبا الان حاطه لكم في المونتاج، انتشر هذا المقطع، الواحد هو في الخطوبه تبعته عم بيشرب قهوه، يعني خطيبته جابت له قهوه، ما اعرف ليش تجيب له قهوه، هو مش المفروض يجيب عصير للي جاي يخطب؟ المهم هي جابت له قهوه،
فهو قاعد يشرب القهوة، أول ما تقترب القهوة يعني خلاص هيشربها، إيده ترجف ترجف ترجف، أوكي؟ فدخلت على التعليقات أشوف يعني، فبالتعليقات شنو كاتبين؟ ما شاء الله هذا الشاب هاي أول حب في حياته، هاي أول بنية يحكي معاها، أول مرة يقعد جنب بنية، فعشان هيك هو متوتر، ومن التوتر والحب إيده عم ترجف. طبعا انا فطست الضحك يعني مسخره، شو يعني اول بنت يكلمها في حياته؟ هو كانت عنده تريمر، يعني كثير واضح انه هو عنده تريمر. فعلشان صاحبك ما يقول، لما تشوف صاحبك عم بيصير عنده رعشه تريمرز، ما تروح تقول له انت عم تفكر بحبيبه القلب، خلاص لما تشوف عنده رعشه تعرف انه عنده سنشال تريمرز. بس في لها ديفرنشال دايجنوسيس كامل ممكن اشرحها بفيديو لوحدها. فهو عنده هو سنشال تريمرز، على عكس الريستنج تريمر. الريستنج تريمر اللي هي موجودة مع الباركنسون، الريستنج تريمر وهو قاعد ايده بترعش، وهو قاعد يعني اقعد الان ثبت ايدك على طرف الكرسي بترعش، ريستنج تريمرز يعني، وايدك في حالة الريست هي فيها رعشة. الاسنشال تريمرز لما انت تكون هادي ورايق ومرتاح انت ما بترعش، اوكي؟ بترعش انت بس لما ويا الموفمنت. فهو كان لما بيقرب فنجان القهوة عشان يشربه تزيد الرعشة، بتصير مضاعفة، اوكي؟ علاج الاسنشال تريمر احنا عارفين هاي بيتا بلوكر. هل في الامتحان هيسألك عن هاي؟ لا، عشان الكل حافظ انه اسنشال تريمرز نعالجها بيتا بلوكر بروبرانولول. هو هيسألك عن هذول التانيين، بريميدون وتوبيراميت. السؤال اللي بعده، اجت بنية او سيدة عمرها 71 سنة، هو مين مش هي اللي جتي، ابنها جابها. المهم قال والله هي عم تنسى، عندها recent memory بتنسى، وما بتقدر تسوي الديلي اكتيفيتيز مالتها، وعندها difficulty sleeping for the past year، عندها مشاكل في النوم وتنسى، والديلي اكتيفيتيز راحت. عملنا لها الميني mental state exam، طلع 22. شو تشخيصك؟ شوفوا، هي عم تنسى وما عم تقدر تعمل الوظائف اليومية تبعتها، انه تصحى الصبح تعمل فطار، تغسل وجهها، تنظف المطبخ، تشوف اولادها وين راحوا، هي ما قادرة تسويهم، والميني منتال ستيت اكزام 22. هيك نعرف انه هي الزهايمر. كيف نفرقها بين الالزهايمر والنورمال ايجينج، انه واحدة خلاص صارت عجوزة وعم تنسى، او واحد صار عجوز؟ في حالة النورمال ايجينج يقدر هو يسوي الديلي اكتيفيتيز، اوكي؟ يقدر هو يبرفورم ذير اكتيفيتيز اوف ديلي ليفينج. هذا النورمال ايجينج، يقدر هو يصحى الصبح، يعمل الفطار، تطبخ الغداء، تسوي هاي الشغلات، اوكي؟ تقدر تسوي كل هاي الاكتيفيتيز. وهي راح، هي بنفسها راح تيجي تشتكي تقول لك والله انا صايره انسى، يعني هي عارفه انه هي عم تنسى، هي اوير انه عندها مشكله في الذاكره، وهي اللي تيجي تشتكي لك. والميني منتال ستيت اكزام يكون اكبر من 24، والرقم اعلى من 24، اوكي؟ اللي بعده، رجال عمره 40 سنة، اجى للطوارئ، عنده سنجل سيجر، اوكي؟ سنجل سمبل بارشل سيجر، استمرت المدة دقيقة وخلاص، هيز نو لونجر سيمبتوماتيك، الان ما عنده اي اعراض. صار له شهرين بيشتكي من مورنينج هيديك اند وان ابيسود اوف فوميتينج، حصلت الأسبوع الماضي. What's the next step in management؟ شوفوا، يعني هو من شهرين كان بيشتكي من morning headache، علامة ارتفاع الضغط اللي من intracranial، بعدين صارت عنده episode of vomiting، والآن جانب seizure. كل هاي الأعراض تخليكم تفكرون إنه في إشي في الدماغ عم بيضغط عليه، عم بيضغط ويرفع الضغط ويؤدي إلى ظهور هاي الأعراض حتى خلاه يدخل في seizure. نطلب من عنده سيتي سكان بس عشان نشوف مكان الورم. شوف suggestive of brain tumor، نطلب من عنده سيتي سكان، ولو ظهرت عنده سيجرز مرة ثانية ممكن نبدأ نعطي انتي كومبالزنت. جاتي واحدة عمرها، شوفوا ركزوا بهذا السؤال، هو سؤال لطيف وحلو انه انتم تشخصون هذا السؤال، يعني ما اعتقد راح، يعني لو انتم فهمتوه ما يفوت من عندكم هذا السؤال، كلش لطيف. شوفوا، جاتها بنية يتوهي تحفظوها، بنية بالعشرينات، دبدوبة، شوفوا البي ام اي 33، دبدوبة with 3 week history، شوفوا عندها صداع ريترو اوربيتال هيديك، يجيها صداع هيك بتحسه ورا عينها، وعندها نوزيا وفوميتينج وتينيتس. من جديد حصل عندها ديبلوبيا، ولما احنا فحصنا، عملنا لها فحص، اكتشفنا انه عندها بابيليديما. What's the most likely diagnosis؟ شايفين هاي اللي انا ذكرته؟ انتوا هيك جيبوا ورقة واكتبوا، قولوا بنية
سمينة دبدوبة وعندها صداع، ولما فحصنا لقينا باب الإديمة. هاي الشغلات اللي احنا حكيناها هي وصف الانتراديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن، له اسم ثاني اللي هو سودو تيومر سيربرال. حلوين، بنية دبدوبة عندها صداع دبلوبيا وباب الإديمة. في معلومة انه هي ممكن يقولك مش دبدوبة، يقولك ان هي كانت بتاخد الدواء تبعت الاكني اللي هو الريتينيك اسيد الايزوتريتينوين، ممكن كانت تاخذ، هو كمان بيعمل هاي الحالة. وكمان شوفوا مكتوبة تحت، شوفوا السمنة اوبيسيتي، لو هي كانت بتاخذ تترا سايكلين او تاخذ جروث هرمون او تاخذ فيتامين اي، فيتامين اي اللي هو الدواء تبع حب الشباب الايزوتريتينوين، معظم البنات بياخذوه هيك كأنه مسقول، يعني تاخذوه هيك كأنه بونبوني. اي بنت بتطلع لها حباية واحدة قد كده بتروح تاخذ، تروح للصيدلية تطلب هذا الدواء، وهو غلط يعني، وتصير تشرب فيه على مزاجها. واحنا في الفيديو تبعت الديرما لما كنا بنعمل كيف نحل أسئلة الديرماتولوجي، قلنا لما قبل ما اعطيها فيتامين اي اللي هو الايزوتريتينوين لازم تعمل فحص حمل، ممنوع اي وحدة تاخذه، ولازم اعطيها تو كونتراسبتيف طريقتين منع حمل، ولازم كل شهرين او كل 3 اشهر تفحص وظائف كبد ووظائف كلية عشان هو بيرفع انزيماتهم، ولو لقينا هيك شعرة بس شعرة ارتفعت الانزيمات انا اوقف الدواء. طبعا البنات بياخذوا بدون ما يعملوا اي شيء. يعني علاجه اسيتوزلامايد، وعملها او عمل لها فريكوينت لامبر بانكشر، او واذا فادتها الفريكوينت لامبر بانكشر ممكن اعمل لها الشنط. وطبعا العلاج اللي هما مش مكتوب هون، انا لو هي سمينة اقولها قليلي وزن. اوكي، هاي في ستبتوسي كي كتير راح يجيكم هذا السؤال، دايما احفظوا بنية بالعشرينات دبدوبة بتاخذ فيتامين اي عندها بابليديما ودبلوبيا ويجيها صداع، خلاص تعرفتوا سودو تيومر سيربراي او اسم الثاني ايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن. السؤال اللي بعده، اجتي بنية عمرها 28 سنة، نو ما عندها اي باس ميديكال هيستوري، جت عندنا ثروبينج يونيلاترال هيديك يزيد مع المنستريشن المنسترال سايكل مالتها، ومينيمالي ريليفد لما تاخذ، ويروح شويه لما شيز لاينج ان دارك روم. هي بدها شغلات، يعني بدها دواء يعالج السيمتوماتيك ريليف، يعني يعمل لها سيمتوماتيك ريليف. والان هو عم بيسالك وات ابورتيف ثيرابي وود يو بريسكرايب. اول شيء الاعراض اللي هي وصفتها، ويزيد مع المنسترال سايكل او يزيد مع التوتر او يزيد لما تفكر في حبيب القلب وقلق وامتحان، او يزيد لما تدرس معادله امريكيه وتحضر الكورسات، هذا وصف المايجرين هذاك اللي هو الصداع النصفي. علاجه تريبتان فور ابورتيف ثيرابي. السؤال اللي بعده، اذا رجال عمره 59 سنه الباست ميديكال هيستوري مالتها عندها بوليسيستيك كيدني ديزيز، فاجانا هو عشان نعالج سب اركنويد هيمرج. بعد مرور 4 ايام ورا ما احنا عالجنا له سب اركنويد هيمرج صار عنده ويكنس ان هيز رايت ارم. وات كود هاف بريفنتد ذس؟ في معلومه هيك لطيفه مع سب اركنويد هيمرج، انه في عنده كومبليكيشن، يعني تو كومبليكيشنز. اول وحده اللي هي الري بليدنج، ان انا كل لسه افلت له الشريان بيحصل عنده ري بليدنج على طول. والكمبليكيشن الثانية اللي هي الفازوسبازم، هي الفازوسبازم. فهو الآن بعد مرور 4 أيام تحصل الفازوسبازم، هي بعد مرور أيام، أما اللي بعد within 24 hours within 24 hours بتكون عنده اللي هي الريبليدينج. علاج الفازوسبازم إني أعطيه نيموديبين. دائما البوليسيستيك كيدني ديزيز associated with aneurysm، okay associated with aneurysm. اللي بنشوفه هون، شوفوا هنا أنا. رجال عمره 59 سنة، عنده بوليسيستيك كيدني ديزيز. ما عارف اذا هذا نفس السؤال ولا لا، مش نفس السؤال، والسب اركنويد بعد مرور 4 ساعات. شفتوا هاي اللي كنت احكيها لكم وطلع السؤال تحت، بعد مرور 4 ساعات صارت عنده ويكنس بالليفت ارم. 4 ساعات، اوكي 4 ساعات، هاي دخل في كومبليكيشن اللي هي within 24 hours اللي هي الري بليدنج كوزد باي ري بليدنج. اما لو بعد مرور ايام هيكون سبب الفازوسبازم. شكرا، هيك بنكون خلصنا اسئله كيف نحل اسئله النيورو. شكرا.